سيبقى الدولار أداة للهيمنه الامريكيه الدوليه زلزال ايران العظيم الذي هز الشرق الاوسط ووصلت اثاره الى فلسطين كيف تواجه ايران العقوبات الامريكيه هل سيبقى الدولار أداة للهيمنة الأمريكية الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. أحبائي تعرفون جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدولار للحفاظ على الهيمنة العالمية. الدولار الأمريكي أصبح أحد أقوى العملات في العالم وهي عملة موجودة في التجارة الدولية حتى عندما لا تكون الولايات المتحدة طرفا. وتستخدم لتسويه معاملات سوق النفط وهي اداه ايضا قويه للسياسه الخارجيه الامريكيه. تدرك الولايات المتحده الامريكيه ذلك وتستخدم هذه العمله لفرض هيمنتها وبناء قوتها الاقتصاديه والتمدد الى خارج الحدود والقتال في لعبه النفوذ العالميه. في العام 1944 في مدينة بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية اجتمع الحلفاء وقرر مندوبو هؤلاء الحلفاء مندوبو الدول الأعضاء المتحالفين مع الولايات المتحدة الأمريكية قرروا إنشاء نظام عالمي نقدي دولي قائم على الحفاظ على أسعار الصرف الثابتة للدولار الأمريكي والذي كان بدوره قابلا للاستبدال انذاك عن بالذهب عند الطلب، ركز على الذهب عند الطلب. ومن اجل ان عدم تقديم اي تنازل في قيمه الدولار ومركز الدولار المهيمن قررت الولايات المتحده الامريكيه ابرام اتفاقيه مع المملكه العربيه السعوديه لتوحيد اسعار النفط. منذ تلك اللحظه حصلت لدينا ما أصبحت تعرف بمبيعات النفط التي تتم بالدولار الأمريكي وهكذا نشأ نظام البترودولار هاي هم خليها جانبا وطبعا هذا النظام الذي ولد طلبا مصطنعا على العملة الأمريكية في جميع أنحاء العالم وبالتالي فإن قوة الدولار مضمونه من خلال نظام البترول دولار. وكذلك الاستخدام الشائع لهذه العمله في المعاملات في التجاره الدوليه. يتأثر سعر صرف العمله الامريكيه ايضا هذا ما يجب ان تعرفوه بشعبيه الرئيس. من هو الرئيس الحاكم في الولايات المتحده الامريكيه. وعلى هذا الاساس فيستطيع هذا الرئيس او ذاك ان يمارس فرض هيمنه الدولار على الدول ويستخدمها كاداه من اداه التمدد في السياسه الخارجيه وبالتالي فان الدولار الامريكي هو الان العمله الاحتياطيه العالميه المهيمنه التي تستخدمها العديد من الحكومات الاجنبيه. طيب لكن هذا الدولار في العام 1971 يجب ان يكون قد فقد قيمته لو كان هنالك نظام دولي متوازن. نظام دولي متوازن لا يخضع للهيمنه الامريكيه. في العام 1971 قام الرئيس الامريكي انذاك ريتشارد ريتشارد نيكسون بفك الموازنه ما بين الدولار وما بين الاحتياطي من النف من العفو من الذهب فاصبح الدولار قيمته قيمه الدولار الذي يطبع عليه يعني لولا نظام البترودولار المملكه العربيه السعوديه والدول النفطيه الاخرى التي خضعت في داخل اوبك لما تمكن الـ الـ هذا الدولار الامريكي من الاحتفاظ بقيمته ولما وجدنا هذه المعاناه التي عانيناها في الاونه الاخيره وربما تستمر لان الولايات المتحده الامريكيه تستخدم الدولار في تجويع الشعوب وفي فرض ارادتها وفي فرض ارادتها وعلى الاقل في فرض تاجيل بعض الملفات المهمه والملحه خاصه فيما يتعلق بالعراق نعم لاحظنا انه السيد محمد شياع السوداني نجح حتى الان في السيطره على الدولار من خلال طبعا المحادثات التي اجريت ما بين البنك المركزي العراقي وما بين وزاره الخزانه الامريكيه وطبعا المفاوضات ايضا مع البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي. من الملفات التي استطيع ان اقول انه يعني يجري تاجيلها على الاقل في الوقت الحاضر لمراعاه اوضاع الطبقه المسحوقه، الطبقه الفقيره المهمشه التي تاثرت بسبب سياسه الحكومه السابقه تحديدا حكومه السيد مصطفى الكاظمي، طبعا هو الملف الاساسي الذي هو معني باخراج الهيمنه الامريكيه او اخراج الاموال العراقيه الارصده الماليه الموجوده في الحساب المصرفي الموجود هناك بالفدرالي الامريكي وايضا اخراج هذا الدولار النفطي يعني شلون بالنسبه ان يعني عوائد النفط التي نبيعها ونحصل عليها بالدولار من النفط العراقي تذهب الى البنك الفدرالي الامريكي وهذا البنك هو الذي يقرر ما يحتاجه العراق ويفرض هاي القيود اللي شفتوها في الاونه الاخيره تصاعدت طبعا هي كانت القيود دائما تفرض حسب الحاجه والان تصاعدت مع مجيء السيد محمد الشيع السوداني لممارسه ضغوط عليه لكن استطيع ان اقول حتى هذه اللحظه استطاعت حكومه السيد محمد الشيع السوداني ومن خلفها الاطار التعامل مع هذه الازمه حاليا من واقع تاجيل بعض الملفات والعمل على ملفات حسب الاولويه، لكن فيما يتعلق بالعنوان الرئيسي الذي اخترناه لكم هو هل سيبقى الدولار اداه للهيمنه الدوليه الامريكيه او الامريكيه في المجتمع الدولي؟ هذا اخواني واخواتي هذا عنوان ايضا بدا لافتا في صحيفه تايمز فاينانشال تايمز الامريكيه. فاينانشال تايمز الامريكيه وصحف اخرى تبنت الحديث هذه الايام عن ضروره ان يخرج هذا العالم فاينانشال تايمز عفوا البريطانيه هنا في بريطانيا ان يخرج هذا العالم من هيمنه الدولار الامريكي لان بالرغم من وجود هذا التحالف الوثيق بين بريطانيا وبين الولايات المتحده الامريكيه لكن نحن نلاحظ هذه الايام ان الازمات الاقتصاديه التي تعصف بحلفاء امريكا في دول اوروبا مثل بريطانيا مثل فرنسا مثل المانيا اصبحت كبيره جدا ولا تطاق وخصوصا طبعا بعد اندلاع الازمه في اوكرانيا في هذا الواقع فان الكثير من الدول الاوروبيه تريد ان تفكر بطريقه اخرى للتعامل مع موضوع هذا الدولار الامريكي وان لا تصبح أسيرة لدولار لا يملك قيمة إلا قيمة الورق المطبوع عليه ففي هذا الواقع تتحدث صحيفة الفاينانشال تايمز عن ضرورة أن يتم تحرير النقد الدولي يعني العملة النقدية الدولية من هيمنة الدولار الأمريكي وقدمت سيناريوهات عديدة في هذا المجال وهي قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدولار دائما للحفاظ على هيمنتها ولفرض معادلات فيما يتعلق بعلاقاتها الدولية ولكنها لا تراعي في نفس الوقت مصالح الدول المتحالفة معها ليست الدول يعني لا نتحدث هنا عن دول في الشرق الأوسط بل حتى لا نتحدث عن دول قريبه جدا الى الولايات المتحده مثل بريطانيا لا نحن نتحدث عن كل هذه المجموعه الدوليه التي الان اصبحت تحت واجهه الناتو وهي حليفه قويه للولايات المتحده والناتو يقوده او الولايات المتحده هي التي تقود هذا التحالف كلها الان لا تتحدث فقط عن موضوع الدولار بل تتحدث ايضا حتى عن موضوع التحالفات العسكريه لانها ترى ان استمرار الازمات واستمرار الولايات المتحده الامريكيه تحافظ على قدره الدولار وعلى قوه الدولار مقابل تراجع الوضع الاقتصادي الركود، البطاله، زياده البطاله، زياده التضخم كما نلاحظه هنا في بريطانيا ودون ان تقدم او تقدم الولايات المتحده الامريكيه حلولا لصالح هذه الدول، طيب احنا ليش ما نفكر بهذا الموضوع؟ ليش صحيفه مثل الفاينانشال تايمز تكتب هل حل نظام العمله ثنائي القطب يعني مو قطب واحد مو بس القطب الامريكي محل الامتياز الباهظ للدولار؟ هذا العنوان احبائي نشر ايضا في صحيفه فاينانشال تايمز كما قلت لكم والكاتب كان يتحدث عن أن زيادة تسليح الدولار لأغراض الأمن القومي الأمريكي والتنافس الجيوسياسي المتزايد بين الغرب والقوى التحريفية مثل الصين وروسيا هكذا يقول وإيران وكوريا الشمالية يجعل من من الضروري البحث عما يسميه إلغاء الدولرة الدولرة يقول أن إلغاء الدولرة سوف يتسارع وهذه العملية مدفوعة أيضا بظهور بظهور عملات رقمية للبنك المركزي يمكن أن تؤدي إلى عملة بديلة متعددة الأقطاب ونظام دفع دولي دون الحاجة إلى البقاء تحت هيمنة الدولار هذا ما يجب أن نفكر به نحن أيضا خاصة نستفيد من زيارة وزير الخارجية الروسي الذي زار بغداد مؤخرا وبحث الأموال الديون الروسية بعهدة العراق هناك أكثر من عشرة مليارات دولار تستثمرها شركات نفطية روسية في العراق ولا تستطيع روسيا أن تحصل على أموالها من هذا الاستثمار واقترحت أن تحصل على هذه الأموال بعملة بديلة فلماذا لا يحصل ذلك؟ ابقوا معنا زلزال ايران العظيم الذي هز الشرق الاوسط ووصلت اثاره الى فلسطين. طبعا مره اخرى يجب ان نكرر تعاطفنا مع ضحايا الزلازل التي اصابت دولا في المنطقه واهمها طبعا بالنسبه الينا سوريا وتركيا ومناطق اخرى. هذه الزلازل التي دائما ما تذكرنا باهميه العوده الى الله سبحانه وتعالى وان ايضا نستفيد من مثل هذه الابتلاءات التي تصيبنا لنتقرب اكثر من الله تعالى ونشد ازر بعضنا البعض وندوس على قانون قيصر المتعجرف الذي فرضته الولايات المتحده والعقوبات الدوليه او الاوروبيه التي فرضت على سوريا دون وجه حق والان هذا الزلزال يكشف ان الولايات المتحده الامريكيه والدول التي تقف مع هذه الدوله المستكبره الظالمه هي تريد فقط امتصاص ثرواتنا وخيراتنا وبالمقابل تفرض علينا عقوبات دون وجه حق لتحقيق اهدافها السياسيه. قال الإمام علي عليه السلام: إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجة وللأولياء كرابة. هذا فيما يتعلق بالبلاءات والزلازل التي تضرب المنطقة ونحن نتوقع كل شيء. علينا أن نقترب أكثر فأكثر من الله سبحانه وتعالى ونتذكر في نفس الوقت ذلك الزلزال السياسي العظيم الذي هز منطقه الشرق الاوسط ووصلت اثاره الى فلسطين المحتله وهي الثوره الاسلاميه، الثوره الاسلاميه المباركه بقياده الامام الخميني التي انتصرت في الحادي عشر من فبراير شباط 1979 وهذه العباره التي استعرتها الزلزال العظيم الذي هز الشرق الاوسط ووصلت آثاره إلى كيان إسرائيل اللقيط هذه عبارة موشي دايان آنذاك وزير دفاع الكيان الصهيوني قال في تصريحات أن الثورة زلزال عظيم له أثر سيء على الكيان وأنها ستزيد من التهديد العسكري لهذا الكيان من جبهتيه الشمالية والشرقية موشي دايان قال آنذاك ان النظام الذي سياتي لايران بعد سقوط الشاه لن يكون لن تكون عنده الخبره الكافيه، هكذا كان يحلل في اداره سياسته الخارجيه، لكنه يدرك مدى اهميه توثيق العلاقات مع الكيان، كان يمني النفس ان هؤلاء الذين سيحكمون يعني بعد سقوط الشاه لن يملكوا تلك الخبره وبالنتيجه سيوثقون علاقاتهم مع هذا الكيان ولكنه في نفس الوقت يعترف بان وجود نظام اسلامي على راس الحكم في ايران سيدعم بالضروره المنظمات الفلسطينيه وهو ما سينعكس سلبا كما يقول على تل ابيب. في خلال زياره قام بها وزير الدفاع الامريكي انذاك هارولد براون للكيان الصهيوني في فبراير 79 التقى مع وزير الدفاع موشي دايان عفوا التقى آنذاك مع عزرا وايزمان وصرح الأخير بأنه من المحتمل أن تتولى إيران هذا بعد الثورة دورا في مجموعة الدول المعادية للكيان الصهيوني بعد خروج مصر منها بينما أكد أهارون باريف هارون يا ريف عفوا بان ايران لن تهاجم اسرائيل بطائرات اف 14 باعتبارها امريكيه وخاضعه لاداره القوات الامريكيه وبيد امريكا ولكنها ستكون على المدى الطويل عضوا في التحالف العربي الاسلامي المعادي للكيان. انا جاي انقل لكم تصريحات عن ذاك الزمان تبقى خارج الحدود حتى ناتي و نحلل الكثير من المفردات التي حصلت خلال هذه الفترة وقتها أدرك بيجين الذي وقع رئيس الوزراء آنذاك معاهدة سلام مع أنور السادات أدرك خلال حديثه مع كارتر في الثاني عشر من مارس تسعة وسبعين يعني بعد حوالي شهر من الثورة أن الثورة الإسلامية في إيران هي عوده للعصور الوسطى ولا تبشر بالخير، نظرا لما لها من اثار سلبيه على بين قوسين عمليه السلام في الشرق الاوسط. علاوه على قطع البترول الايراني عن الكيان، البترول اللي كان الشاه يعطيه الى هذا الكيان. من جانبه علق شيمون بيريز على الثوره بانها من اكثر التطورات هذا اللي صار بعدين رئيس وزراء وبعدين صار رئيس جمهوريه رئيس دوله يعني رئيس دوله الكيان الصهيوني صاحب نظريه الشرق الاوسط الكبير قال بان الثوره بانها من اكثر التطورات خطوره مرت على اسرائيل في الفتره الاخيره في حين علق اسحاق رابين بانها ضربه قويه للكيان لأنها جاءت في وقت لا يسمح بإقامة خط دفاع غربي محوره مصر والسعودية وإسرائيل بديلا لإيران المهم يمكن القول أن المسؤولين في الكيان الصهيوني وجدوا في الثورة الإسلامية في إيران أنها خطر على الكيان الصهيوني منذ اليوم الأول وقالوا لان هذا النظام الاسلامي الذي يقف على راس الحكم في ايران سيكون قوه اضافيه للعرب وتصبح الدوله العنصريه اسرائيل بين فكي كماشه هذا كلامهم وهما ايران والعرب فضلا عن الخسائر الاقتصاديه التي ستلحق باسرائيل نتيجه قطع العلاقات والتي ستؤدي بدورها الى وقف تصدير المنتجات الاسرائيليه الى ايران سواء كانت منتجات استهلاكيه كانوا يغرقون بها السوق الايرانيه او منتجات عسكريه. لكن احبائي تعالوا شوفوا المعادله كيف تحولت يعني من هذه من 1979 وحتى اليوم الاسرائيليون كانوا يخشون ان تصبح دولتهم اللقيطه محصوره بين إيران الإسلامية الجديدة وبين العرب فتختنق بالتأكيد اللي صار شنو اللي صار راحة وهم كانوا يعني للعلم والاطلاع يعني التقارير التي اطلعت عليها خلال الفترة الماضية أستطيع أن أقول أن أجهزة الاستخبارات الصهيونية كانت أكثر أكثر دقة من المخابرات الامريكيه فيما يتعلق بمستقبل ايران في زمن الشاه، كانوا يتوقعون حاولوا الابقاء على نظام الشاه حتى ارسلوا فرق كوماندوز قاتلت هذه الفرق قدام الكوماندوز الى جانب جيش الشاه ضد الشعب الاعزل الذي كان يتظاهر فقط بقبضات حديديه ليس الا وبالورود يقدمونها للجيش الايراني، لكن ارسل الكيان الصهيوني قوات كوماندوز ساهمت في قمع المظاهرات وشاركت في قتل المتظاهرين. اقولهم التفتوا الى ان هذا النظام سيسقط وان الامام الخميني سيقود جمهوريه اسلاميه على راسها وراس اولوياتها تحرير فلسطين. كان يقول الامام الخميني شعاره المعروف اسرائيل يجب ان تزول من الخارطه. فعملوا حتى قبل نجاح الثوره في العام 78 على عزل مصر من ما يسمى انذاك بالصراع العربي الاسرائيلي اخذوا مصر الى جانبهم عزلوها عن هذا الصراع وشوي شوي اخذوا يعملون على ما سمي انذاك بالسلام المنفرد مع الكيان الصهيوني والى ان حولوا البوصله المشكله هنا حولوا البوصلة فاصبحت مع كل الاسم معظم الانظمة العربية الى جانب الكيان الصهيوني وعلى راسها المملكة العربية السعودية التي يفترض بانها تضم قبلة المسلمين وفيها الحرمين الشريفين وان تنحاز الى ايران وتقف الى جانب ايران ويعملان معا بالاضافة الى باقي العرب لتحرير فلسطين من النهر الى البحر، اللي حصل وجهوا البوصله باتجاه معاكس اصبحت ايران عدوه لهذه الانظمه مع كل الاسف واصبح الكيان الصهيوني اللقيط صديقا بل حليفا ووقعوا معه اتفاقيات كما قلت لكم من معاهده كامب ديفيد الى اتفاقيات وادي عربة اتفاقية وادي عربة إلى أوسلو مع السلطة الفلسطينية إلى ما أصبح يعرف باتفاقيات أبراهام التي ختمت حاليا يعني ليست الأخيرة هي الأخيرة ولكن ليست النهاية آخر هذه الاتفاقات مع السودان مرورا بالإمارات والبحرين ومع بقاء السعودية كما الشاه في ذلك الزمان الشاه يتبادل علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني لكن بشكل رسمي لم يعترف بالكيان الصهيوني وبقيت العلاقه بينهما الى سقوط هذا الشاه في العام 79، الان المملكه العربيه السعوديه من نفس الشيء، أجواء فاتحتها، علاقات على قدم وساق، تعاون امني، تحالف امني، علاقات تجاريه، علاقات اقتصاديه، والاخطر من كل ذلك العلاقات العسكريه والامنيه والعدوان المستمر. في اليمن الذي اعترف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في كتابه الأخير اعترف قال نحن الولايات المتحدة من نقود هذه الحرب في اليمن والباقي يعني ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مساعدون لماذا كل ذلك؟ هل هذا الزلزال الذي وصلت آثاره إلى فلسطين سيتوقف؟ أم له ارتدادات عكسية متواصلة؟ هذا ما سنحدثكم عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة، ابقوا معنا كيف تواجه إيران العقوبات الأمريكية؟ أحبائي بعد أن حدثناكم عن انتصار الثورة الإسلامية، الزلزال الذي هز الشرق الأوسط، يجب أن نتحدث عن التحديات الخطيرة التي واجهتها هذه الثورة حتى قبل أن تنتصر. من أهم هذه التحديات هو هذه العقوبات التي فُرضت على الجمهوريه الاسلاميه بل فُرضت حتى قبل تشكيل وقيام الجمهوريه الاسلاميه. في الاسابيع الاخيره والاشهر الاخيره من عمر الشاه السابق المخلوع فرضت الولايات المتحده الامريكيه عقوبات على مبيعات الاسلحه التي كان الشاه قد اشتراها ودفع ثمنها نقدا فلم تسمح لهذه الاسلحه بالذهاب الى ايران. وبعد انتصار الثوره الاسلاميه ايضا فرضت سلسله من العقوبات على ايران بدات في نوفمبر تشرين الثاني 1979 بشكل كبير عندما ايضا جمدت الولايات المتحده الامريكيه 12 مليار دولار من الاموال الايرانيه كانت محتجزه هناك لاغراض شراء بعض السلع ايضا عدا موضوع السلاح كما قلت لكم وكانت الذريعه هو قيام الطلبه السائرين على نهج الامام الخميني باحتلال السفاره الامريكيه التي اسموها وكر الجاسوسيه الامريكيه. هذه العقوبات او هذا التجميد رفع بعد اتفاقيه تم التوصل اليها بوساطه الجزائر. أفضت في العشرين من كانون الثاني 1980 بالإفراج عن الرهائن الأمريكيين مقابل رفع هذه العقوبات لكن هذه العقوبات استمرت استمرت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات كثيرة على إيران بذرائع مختلفة ولا تزال بالمناسبة هذه العقوبات تفرض حتى وصل الأمر إلى أن تجيش الولايات المتحدة الأمريكية المجتمع الدولي وما ما يسمى بالمجتمع الدولي والامم المتحده ومجلس الامن الدولي وقامت بفرض عقوبات امميه ايضا على الجمهوريه الاسلاميه. هذه العقوبات كان هدفها اركاع ايران، يعني ان ان ياتوا بايران وهم بذريعتهم يعني الحجج التي يقولون هي دمج ايران مع هذا المجتمع الدولي الذي فيه الكيان الصهيوني. وفيه هيمنة الدولار كما قلت لكم الدولار النفطي وأن تكون إيران دولة يعني ليس لها طعم ولا رائحة ولا لون مثل بقية الدول حتى يعني غير مطلوب من إيران بالمناسبة أن تكون آسنة كما بعض الدول وذو رائحة وذي رائحة كريهة كما بعض الدول لا يقولوا لها بس يكتي عن قضية السلام ما يسمى بالسلام المتعثر في فلسطين والباقي احنا ما نريد كل شيء منك. هم تدرون جيدا انه في زمن الشاه السابق كان الشاه يفعل كل ما يشاء وكل ما يريد وكانوا قد عينوه شرطيا للخليج في منطقتنا وكان جيشه يعد خامس اقوى الجيوش في العالم فقط لانه لا ليس له علاقه بموضوع تحرير فلسطين حتى كما قلت لكم في لقاءات سابقه وفي هذا الان في المحور السابق ليس مطلوبا من الشيخ ان يعترف بالكيان الصهيوني مع ان الكيان الصهيوني لديه سفاره في داخل طهران تم تحويلها الى سفاره دوله فلسطين فاقول يعني هذه التحديات الكثيره واجهتها ايران واستطاعت ان تفرض ارادتها في الكثير من الحالات نعم الكثير من هذه العقوبات هي يعني هي توصف بالمناسبه بالعقوبات الذكيه، لكن شنو عقوبات ذكيه؟ لانها تستهدف الناس. تستهدف الشعب، تستهدف الدواء، تستهدف الطعام. ايران نجحت في عمليه فصل هو التركيز على النفط. استثمارات النفط. التركيز على مشتقات النفط. نعم العقوبات شملت كل شيء في ايران بس هذه التركيز على النفط كان الشغل الشاغل خاصه لحكومه واداره الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اطلق عليها عقوبات الضغط الاقصى وقال انه يريد ان يصفر النفط صادرات النفط الايراني، ايران اجت اشتغلت حاولت ان تفصل ميزانيتها وهذا ما يجب ان نتعلمه نحن في العراق. حاولت أن ونجحت إلى حد كبير في فصل الميزانية عن الاعتماد على عوائد النفط والآن ميزانيتها لا تعتمد إلا ربما عشرة فقط بالمئة على النفط وهذا أيضا يريدون أن يتحركوا حوله يريدون أن يوصلوا الميزانية لكي لا تعتمد بنسبة صفر لا على النفط ولا على عوائد مشتقات النفط مع ملاحظة أن هذه العقوبات الأحادية والامتثال المفرط من قبل الدول لهذه العقوبات يشكلان تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان وكرامته هذا مو كلامي هذا كلام ألينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان هذه زارت إيران إيران دعتها وقالت تعالوا شوفوا شوفوا بعينك تأثير العقوبات وقالت إنها سمعت روايات مزعجه من مرضى يعانون من أمراض نادره لا تسمح الولايات المتحده بوصول الدواء إليهم ومن الأشخاص ذوي الإعاقه حول التحديات التي واجهوها في الحصول على الأدويه والمعدات المساعده لكن أقول مع كل ذلك مع كل ذلك قرأت قبل يومين ثلاثه تقريرا طبعا باللغة الإنجليزية لدويتشي فيلا لأن دويتشي فيلا تبث بلغات مختلفة اللغة العربية مخصصة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وللتطبيع مع الشذوذ نشر أفكار ومحتوى سيء جدا في عالمنا العربي لكن بالنسخة الإنجليزية كتبت دويتشي فيلا تقريرا مفصلا عن كيف تواجه إيران العقوبات الأمريكية واعترفت وأقرت بأن الإيرانيين الجمهورية الإسلامية نجحت في عبور والالتفاف على هذه العقوبات وفي أن لا تجعل هذه العقوبات تؤثر عليها بل كتبت هنالك محا... يعني صحف أجنبية أخرى لماذا لم ي... هذا... هذه الإذاعة الوطنية الأمريكية الإذاعة الوطنية الأمريكية بعد عشرين عاما من الاحتلال الأمريكي للعراق هذا سلسلة من التقارير اولا اقرت واعترفت بان ذريعه دخول القوات الامريكيه الى العراق بحجه البحث عن اسلحه دمار شامل كانت كاذبه. قالت واقرت بان وزير الخارجيه الامريكي انذاك كولن باول اعترف بانها كانت اكبر كذبه كذبها في حياته وانها نقطه او وصمه عار في سجله الامريكي. من ضمن هذه التقارير تقرير تحت عنوان لماذا لم ينهار الاقتصاد الايراني وسط العقوبات الامريكيه والضغط الاقصى تقول على مدى العقود الاربعه الماضيه كان لدى ايران الكثير من الخبره فيما يتعلق بالعقوبات وتعلمت تحمل تاثيرها تاثير هذه العقوبات ولا يختلف الامر هذه المره السام جاي يزيدون هذه العقوبات الاكثر من ذلك أن روبرت مالي من روبرت مالي؟ روبرت مالي هو روبرت مالي طبعاً صهيوني أمريكي هو المبعوث الخاص لإدارة بايدن لإيران عندهم هذا المنصب أخبر بلومبرغ المتخصصة في الاقتصاد الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ليست على ما يرام. مع زيادة صادرات النفط الإيرانية رغم كل الحظر وقال إنهم يعني الولايات المتحدة سيفعلون كل ما في وسعنا الجملة لفرض العقوبات وقال مالي إن الصين هي الوجهة الرئيسة للصادرات الإيرانية غير المشروعة من اللي يحدد هذه مشروعة أم غير مشروعة هي الولايات المتحدة أساساً هذا الكيان السياسي مشروع ومو هذا الكيان أقيم على أنقاض شعب كامل من الهنود الحمر وقلنا لكم في المحورين السابقين كيف أن الدولار الأمريكي تحول إلى دولار نفطي وهو لا يملك رصيدا بمجرد الهيمنة والبلطجة واستغلال النفوذ واستغلال القوة العسكرية التي بات يمتلكها لفرض سيطرته على الدول قال مالي كما قلت لكم إن الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات الإيرانية غير المشروعة وشدد على أن واشنطن ستضغط على بكين لوقف شراء النفط الإيراني مع كل ذلك أقول بأن الجمهورية الإسلامية ووفق ما ينشر هنا في وسائل الإعلام الغربية استطاعت أن مو بس تلتف تجهض آثار ونتائج وأهداف العقوبات التي فرضت عليها منذ إنتصار الثورة بل حتى قبل انتصارها كما هو واضح أقول أجهضت لأنها قوية لم تركع لم تغير في مواقفها السياسية لم تقدم تنازلات والعكس هو الصحيح الآن قاعدين يتبعثون معها يريدون بأي شكل من الأشكال عوده ايران الي الاتفاق النووي طبعا بما يحفظ ماء الوجه لاداره بايدن وهذا ما سنتحدث عنه في اللقاءات المقبله ان شاء الله في امان الله